السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هناك مرحلة ما قبل السرطان، وهي مرحلة مهمة ولا يتكلم عنها أهل. هناك مرحلة ما قبل السرطان كذلك، فالأشخاص اللي عندهم تضخم بروستاتا، أشخاص اللي عندهم تضخم بروستاتا يقومون بالتحاليل، يراجعون الطبيب، يأخذون دواء، يعني تحليل طلعت هبطت، طلعت هبطت، سنتين ثلاثة خمس سنوات، ففي الأخير يطلعوا سرطان بروستاتا، لأن معروف يعني أن تضخم البروستاتا هذا هو بنين، هو يعني لا شيء، لكن في الأخير يتحول إلى سرطان. ولذلك فالأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى البروستاتا يجب أن يعالجوا هذا المشكل، لأنهم في طريقهم، ليس بعد يومين طبعا، يعني بعد مدة، هم في طريقهم إلى السرطان. سرطان الدم نفس الشيء، هناك كثير من الحالات عندهم خلل في التحليلة، تحليل الدم، إما نقص في الكريات الحمراء، يعني نقص حاد شيئا ما، أو صفائح نفس الوقت في الكريات البيضاء إلى آخره، فيبقى الشخص يتعامل مع هذه الحالة على أساس أنها أنيميا أو فقر الدم أو شيء هكذا، نقص في المناعة، في الأخير يطلع سرطان الدم، في الأخير يتحول إلى سرطان الدم بعد يعني تورمات الحميدة، هي ليست تورمات، يعني بعد تكيسات كذلك، هذه التكيسات إذا وصلت إلى حد يعني صعب شيئا ما، ثم مع المدة ممكن كذلك تعطي سرطان، ممكن تتحول إلى سرطان. هناك مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، المخ، وهناك يعني بعض الحالات مثلا في الرحم أو في المبيض أو كذلك في الثدي، بعد التكيسات يعني في الأخير يعني طلع السيدة طلع سرطان، يعني أو السيد إذا كانت في يعني في المخ. فمرحلة ما قبل السرطان مهمة جدا، لأن هناك مؤشرات، فلما تذهب يعني تعمل تشيكين، تعمل مثلا يعني مراقبه تحليلات الدم، انت بصحه جيده، ولما لا تقوم بتحليلات الدم وكشف طبي، لان عندك تغطيه صحيه او ربما عندك مال، لما لا، لكن تحليلات الدم دائما الناس يعملوا فقط يعني هذا العد الكلي مثلا لكريات الدم، هذا البيلو، يعني بعض التحاليل الاخرى تكون معها مثل السي ار بي مثل شيء، لكن الانزيمات هي التي تبين حاله السرطان. الانزيمات لماذا؟ لان لما يكون سرطان في الجسم قبل أن يظهر الورم، ربما تكون المؤشرات مرتفعة، وهي الأنزيمات مثل الليبيز والأميليز ومثل الألدوليز والفوسفاتيز، مثل هذه البي اس اي، هذه يعني هذا اللي تحليلات البروستاتا، مثل سي اي 19، وهذوك العوامل مؤشرات السرطان تكون في بعض الحالات مرتفعة، والشخص ليس يعني الورم لازال لم يظهر. هذه مرحلة ما قبل السرطان مهمة جدا، أو بعض الحالات تكون يعني المناعة منخفضة إلى درجة يعني حادة، درجة خطيرة، انخفاض الفيتامين دي كذلك يعني بحالة خطيرة، أو نقص في الحديد، نقص يعني مزمن في الحديد عند يعني كثير من الحالات، أن ينتبه الناس لهذه المرحلة يعني كذلك، يعني لما تشوفوا يعني لما تكون الألدوليز وتكون هذه يعني هذه الانزيمات يعني في الجسم يعني مرتفعه، فعلى الاقل الشخص يجب ان لازم الشخص يبدا في العلاج وليس ينتظر حتى يعني يظهر هذا الورم. هذه معلومات فقط، ومعلومات مهمه، انا قلت بان النصائح والمعلومات بالنسبه للمصابين بالسرطان اهم من العلاجات نفسها. فالحاله الثانيه التي اتكلم عنها، هذه مرحله ما قبل السرطان، ثم هناك حالات اخرى وهي ما بعد السرطان، ان الشخص يعني الطبيب يقول له يعني كل شيء تمام، سرطان انتهى، تعالج جيد، الشخص يعود إلى حياته العادية، يعود إلى أسباب السرطان، ثم يطلع سرطان ثاني. إن من المستحيل أن يعود الشخص لنفس النمط ثم لا يعود سرطان، وأتحدى العالم، لا يمكن أن يعني يعود الشخص لنفس، لأن أسباب السرطان سيعود إليها، السرطان سيعود ولو بعد 6 سنوات ولو بعد 10 سنوات السرطان سيعود. لماذا؟ لأنك رجعت إلى أسباب السرطان، إذا السرطان سيعود. ولذلك لا تغتر بهذا الكلام بأن السرطان انتهى وتعالجت، ويعني حالات كثيرة أخبروها بأن السرطان انتهى، ليس هناك سرطان، في الأخير طلعوا ميتاستيز، طلعوا سرطان في المرحلة الأخيرة، وهناك سرطان بنفس المكان، وهناك سرطان يظهر في مكان آخر، الثدي مثلا، الثدي قد يظهر في هذا المكان الذي كان فيه وقد يظهر في مكان آخر، يعني القولون كذلك، قد يظهر في العظام وليس في، فيعني الناس ينتبهوا. ثم هناك من يسمع سرطان الكبد او البنكرياس او المخ وذا، يعني يرتبك خطير، السرطانات التي يظن الناس بانها خطيره هي السرطان السهله في العلاج، سرطانات السهله في العلاج، منها سرطان القولون، منها سرطان البروستاتا كذلك سهل في العلاج، سرطان الدم سهل في العلاج، سرطان المخ سهل في العلاج، سرطان البنكرياس سهل في العلاج، لكن هناك سرطانات الهرمونيه هي لشيء ما تستعصي، لكن ممكن ان تضبط.
سرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان الرحم. هاد الثلاثه هذو اللي يعني كاين واحد ريزيستانس، يعني سرطانات شيئا ما صعيبه. لكن هناك حالات النساء الان عندهم بالعكس سرطان الثدي الان، اما يعني ان يعلم الناس من اين يبدأ، ان يفهم الناس حياتهم ثم يكون علاج. لا يمكن ان لا يكون علاج في الاخير، لا يمكن ان لا يكون علاج، لا يمكن، لكن يجب ان نعلم هذا العلاج. ها هو موجود لكن من يعلمه؟ ف يعني هذا هو المشكل الان، الناس اصبح عندهم تغطيه صحيه، ربما عندهم مال، هذه العلاجات موجوده سهله، يمشي يعمل جراحه كيموثيرابي او اشعه من رادي ثيرابي ثم يعود الى منزله، ياكل لحوم، يطبخ بزيوت، ياكل سكر، ما عنده مشكل. انا هذه الحالات هذه اقول من المستحيل ان تتعالج، واذا تعالجت يعني فهنيئا لها. اذا تعالجوا وهم يستهلكون نفس المواد الغذائيه وتعالجوا فقط بالكيموثيرابي فهنيئا لهم، لانه بالنسبه لنا مستحيل، بالنسبه لنا مستحيل. او سيعود سرطان بعد شهرين او سته اشهر او شيء، لا يمكن ان لا يعود. لماذا؟ لان منطق، بالمنطق لا يمكن ان يتم العلاج بهذه الطريقه والشخص لا زال يتناول المسرطنات، بالمنطق بالعقل فقط، شيء بدون علم، بعيدا عن الطب وعن العلم. هذه فان ينتبه الناس للسرطان. لماذا؟ لان المشكل عند الناس، والله المشكل ليس في السرطان، انا قلت لماذا هناك حالات تعالجت لم ارها ولا اعرفها، حالات كثيره من المتابعين وهم شهدوا بانفسهم. يا عباد الله لماذا هناك حالات تعالجت؟ لانهم يقدرون على العلاج، لان عندهم نفسيه قويه، ولانهم هم الذين عالجوا السرطان. ولماذا هناك حالات لم تتعالج؟ لماذا؟ طبعا الحالات اللي عولت على الكيموثيرابي والجراحه ولم تغير نمط العيش، هذه العلاج ليس مضمون. لماذا؟ لانك لا زلت تتناول مسببات السرطان. هذه ثم الحالات التي وصلت نصف الطريق وتوقفت، ماذا نعمل معها؟ نبكي؟ الذي نقدر عليه ان نبكي معها فقط. أن شخص لم يغير نمط العيش يريد أن يعالج هذا الورم بالكيموثيرابي، أخذ جرعتين وثلاثة، المناعة تخربت، صفر مناعة، الورم لا زال هناك، طبيب لا يمكن أن يعمل كيموثيرابي، إذا توقف السرطان يعني سيشتعل، هو في نصف الطريق، لا يقدر أن يكمل ولا يقدر أن يتراجع. هذه هي الحالات التي نبكي معها، وهذا هو المشكل. لذلك نقول للناس، نحن لا نقول للناس لا تتعالجوا، لا يمكن، لكن الكيميوثيرابي لوحدها والعلاجات الحديثة لوحدها، وأنت هذا السرطان من أين جاءك؟ هذا السرطان من جاءك؟ من جاء من أين أتى؟ جاءك مما تأكل، جاءك من مسببات السرطان، فيجب أن تقطع مسببات السرطان ثم يكون العلاج. العلاج موجود، لكن الناس الآن أصبحوا يجهلون تماما من حياتهم، وأصبحوا لا يريدون أن يبحثوا عن العلاج ولا يقدرون على العلاج. النساء اللي عالجت السرطان هي نساء تطبخ جيد، ونساء تتعرف البذرات والتوابل والأعشاب والريادة، يعني هي النساء اللي ما تعالجتش وهي الآن تحت الأرض، هي النساء اللي عولت على الجراحة والكيموثيرابي ولكن لم تغير نمط العيش، بقيت مع اللحوم والمقليات والحلويات والمشروبات الغازية والأجبان وبقيت هكذا. طبعا هذه الحالات، فالآن مع المناعة منخفضة الآن لا يمكن، فيبقى نمط العيش هو العامل القوي بالنسبة للسرطان. نمط العيش يبقى النظام الغذائي هو العامل القوي. إذا كان الناس يؤمنون بهذه الفكرة جيد، إذا كانوا لا يؤمنون بهذه الفكرة فنحن نخاف عليهم من السرطان، نخشى عليهم من السرطان، ونخشى أن يصلوا إلى نصف الطريق ثم يبدأوا يسولوا على الأعشاب، لأن كثير من الناس لم يكونوا مقتنعين وكانوا يسخرون ويضحكون، وغرهم الطب، دخلوا الكيموثيرابي الجراحة ووصلوا نصف الطريق ورجعوا بدأوا يسولوا على الحبة السوداء وعلى الزعتر وعلى القصة الهندي وعلى العلاجات الطبيعية. وهذه هي الحالات التي لا أريدها، هذه الحالات يعني مع الأسف يعني حالات مؤسفة، أن الشخص لا يؤمن، يتنطع ويفتخر بالعلم وأنه يعني عنده مال وعنده تغطية صحية ويذهب إلى ألمانيا وإلى بريطانيا وإلى أمريكا ليعالج السرطان، في الأخير لا يعالج السرطان، ثم يصرف ماله، ثم حتى لا يرضى أن يسأل، ثم التراب. هذا هو والله، هذا هو المشكل، ليس في السرطان، المشكل في الناس، ليس في السرطان. أنا أقول المشكل ليس في السرطان، الدليل على ذلك ها هما الناس كيكتبوا في الكومنتس، ها هما كيكتبوا في الكومنتس بأنهم تعالجوا. فلماذا هؤلاء تعالجوا؟ لماذا هناك حالات تعالجت؟ لماذا؟ لماذا تعولون على شخص يبيع لك خلطة، يعطيك وصفة، يهيئ لك أكل، يهيئ لك عصير خضر؟ لن تتعالج إلا إذا ما شديتي الحزام وشمرتي ومشيتي تعالج راسك. إذا بغيتي الحقيقة كن من كنت، غتوقف في المطبخ وغتهيئ العلاج، هذاك هو العلاج اللي في المطبخ،
ويكون عندك البذرات وتسأل عن المنتوجات وتدخل جوجل وتشوف التوابل كم هي لائحة كبيرة وتشوف البذرات كم هي لائحة كبيرة وتشوف المكونات. اكتب غير الناتشورال هذه الناتشورال كيورين اوف كانسر ولا اكتب يعني انتي كانسر كومباوندز ولا اكتب انتي كانسر كومبوننتس ولا اكتب انتي كانسر ولا فود ولا شيء. يعني اكتب في جوجل الانجليزية احسن لانها ستعطيك يعني معلومات كثيرة يعني بتعيد من المواقع العربية، لان المواقع العربية كلهم عشابة كلهم كيبيعونا خلطات. بتعيد من هؤلاء، بتعيدوا من المواقع العربية، المواقع اللي كيكتبوا العربية وكيديروا اشارات بتعيدوا منهم. غادي هذوك يعني لن تتعالجوا مع هؤلاء، يعني ستخطئون العلاج. فهذه المجموعات الثلاث التي ركزت عليها. فالله الذي خلق الكون والذي خلق الإنسان خلق له مكونين فقط لحياته، مكون الطاقة ومكون العلاج، عقلا ومنطقا فقط. الإنسان بعقله يفهم بدون أن يكون عنده شهادة عليا. خلق مواد غذائية للكالوريات، فيها نشويات، فيها بقوليات، فيها لحوم، فيها أسماك، فيها بيض، فيها شيء. علي أنا أعطي اللائحة ولست أنصح باللحوم. هناك من قال يا أنت أبلت اللحوم، لا يا أخي، قلت الله خلق هذه الأشياء للطاقة، ولست قلت لك كل لحوم أو كل بيض. يعني الله خلق هذه المواد الغذائية للطاقة، هذه ليست للعلاج. لما تستهلك حمص أو فاصوليا أو سمك يعني أو بطاطس يعني، فأنت لا تستهلكها من أجل العلاج، فهي للطاقة اللي ممكن تأكل كمية كبيرة. الناس يأكلون 200 جرام ونصف كيلو يعني من هذا الأكل، هذا لماذا؟ لأنه للطاقة، لأن هذا هو الأكل، هذا هو الطعام. ومجموعات أربعة أو خمسة، وخلق ثلاث مجموعات فيها مكونات للعلاج فقط، ليست للطاقة، ليست للكالوريات، وهي التوابل. يعني نحن لا نستهلك كركم لنشبع من أجل الطاقة، كركم نستهلك شيء بسيط فقط لأنه علاج، ليس لننكه الأكل، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الرائحة الزكية وهذه النكهة الطيبة لتستهلكه. الله زينه لك لتستهلكه ولتتعالج فقط. الأعشاب الطبية يعني حتى أن هناك علاج اسمه أروماثيرابي، أروماثيرابي الروائح الزكية. الأعشاب الطبية كلها عندها رائحة زكية، التوابل عندهم رائحة جيدة، هذه البذرات عندهم مذاق يعني جيد، شيء بعض البذرات يعني مذاقها ليس جيد مثل الحبة السوداء، لكن كذلك للعلاج. فهذه المجموعات الثلاثة هي للعلاج، فعل فيها ما شئت، فقط أن تكون عندك الفكرة. هذه المجموعات الثلاث ليست للكالوريات، ليست للطاقة، ليست للمغنيسيوم ولا للفيتامين سي ولا للبروتين ولا للكربوهيدرات ولا شيء. هذه فقط من أجل الأنتي أوكسيدنتس، هذه الجزيئات اللي كنسميهم احنا هذول يعني الفيتوكيميكولز، وكاين فيهم عليا فيهم مكونات كبيرة، فيهم نوتراسيتيكول، فيهم أشياء كثيرة، هذه للعلاج. الأنتي أوكسيدنتس هذو المضادات الأكسدة هي يعني المجموعات الكبيرة، وهي الفلافونويدات والبوليفينولات، يعني هذه المجموعات الكبرى. ثم كاين الكالويدات، ويعني وكاين كذلك بعض المكونات الاخرى، جزيئات اخرى يعني لا تنتمي لا للبوليفينات ولا للالكالويدات، يعني السكوبوليتين، السكوبوليتين الموجوده في الحريقه، ومثلا بعض المكونات هذه الموجوده، هذه يعني هي مكونات علاجيه. ولذلك يعني ان تجتهد انت وان تبحث انت، وانا قلت هذه المجموعات فعل فيها ما تشاء. فلماذا لا يسال الناس عن الخضار؟ كيف يستهلكون الجزر، وكيف يستهلكون الباذنجان والفلفل والبطاطس، وكيف يستهلكون الباميه؟ لماذا لا يسال الناس؟ لماذا لا يسال الناس كيف يستهلكون حمص وفاصوليا؟ لماذا يسالون كيف يستهلكون الخلنجان وزنجبيل وهذه؟ والله غريب، الناس لا يريدون ان يتعلموا. سبحان الله، هذه المجموعات انا قلت فعل فيها ما شاء، اجتهد انت. انا قلت وصفه، انا اعطيت نماذج لوصفات، هناك مئات الوصفات. يعني اذا خلطت هذه الاشياء، هذه خلط كيف تشاء، ثلاثه واربعه وخمسه، ستجد 100 وصفه. كلها جيدة، فقط ألا تكثر، لأن هذه المكونات يجب ألا تتعدى ما بين جرام إلى 5 غرامات. من هناك بعض التوابل نستهلك أكثر من 5 غرامات، مثل الكركم، أو مثل مثلا بعض البذرات، مثلا مثل حبوب الكتان ممكن نستهلك 20-30 غرام. لكن هي أغلبها هذو الباحثين في الميدان، نحن نحدد وأنا منهم، نحدد ما بين 1 إلى 5 غرامات. يعني فهذه المكونات يعني تكلمت عن وصفة نموذج اللي فيها أربعة أو خمسة، لأن القرفة أنا أتحفظ، لأن أشخاص عندهم مشكلة على مستوى الكلية، إذا كانت الكلية جيدة القرفة كذلك داخلة مع الوصفة، تسمى خماسية خمسة. اللي فيها زعتر، أنا أخذت من الأعشاب زعتر لأنه قوي، زعتر قوي. والأوريغانو كذلك، الأوريغانو مثل الزعتر، الأوريغانو في بعض المناطق أقوى من الزعتر. عندنا واحد نوع في سوس، هذا في المنطقة المغربية، في المنطقة في سوس، هذا أزكني، هذا الزعتر هذا رقم واحد بالنسبة للعلاج، متبوع بأنواع أخرى، كاين في بني ملال، وكاين في خنيفرة، كاين حتى في كذلك زعتر في تندرة من منطقة الريف، زعتر موجود، لكن بداو كيجنيوه بالجذور ديالو حتى قطعوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اختاريت الزعتر من الأعشاب، من البذرات كاين الحلبة والكروية والحبة السوداء، ثلاثة عملنا معاهم زعتر، ونعملوا معاهم قرفة من التوابل، قرفة ثم تصبح هذه الخلطة فيها خمسة،
فيها قرفة وفيها زعتر وفيها حبة سوداء وفيها حلبة وفيها الكروية، كروية مهمة جدا هذه. فهناك من يقول الحلبة ليست سرطان، يا أخي الحلبة يعني كتحبس سرطان المعدة. حلبة هي يعني الناس لماذا هكذا، يعني لماذا لا يتركون الناس يتعالجون؟ سبحان الله، يعني وكأنني أنا أجهل هذه المعلومات هذه، وهذه المعلومات جاية من العشابة فقط. اقرا شي حاجة، اقرا شي تخربيقة في موقع كيجي يكذب على الناس لأن عنده كاميرا وعنده قناة. والله شيء عجيب، يعني والله انا استغرب في كثير من الاحيان. هذه الخلطه نموذج بالنسبه لاصحاب السرطان، يستهلكون منها ملعقه كبيره في الصباح وفي المساء. الخليط، هذا الخليط لما تخلطه، يعني يخلطه جيد، يمزج جيد، يطحن، تاخذها مع حساء، مع عصير خضر، مع ماء دافئ، مع شاي، مع الويزه. الناس يقولوا كيف اتناولها؟ يا اخي لا اله الا الله. ولماذا لا تسال كيف تتناول البطاطس؟ ويتفننون الناس في البطاطس، ها هي يعني على شكل صلصه، وبطاطس صوتي كيسمها صوتي، مقليه كلها ومسلوقة ومبخرة ومقلية في الزيت وفرايت. لماذا تتفننون في البطاطس ولا تتفننون في استهلاك هذه التوابل؟ والله شيء غريب. هذه الناس يخافون من الأعشاب. نعم هناك أعشاب خطيرة، نعم صحيح، هذا برزطام وأغريس وراس العشار، هذه أعشاب ابتعدوا منها، سنتكلم عنها، لكن إياكم ابتعدوا منها، من الأحسن، لأنها أعشاب خطيرة. لكن هذه توابل، هذه، ولذلك نحن نريد أن يعني الناس يولفوا، الناس يحبون هذه الاشياء. نريد لماذا؟ لان ما يبقاوش خايفين منها. هذه خلطه، الخلطه اللي عطيت الرباعيه اللي فيها الكردموم، اللي فيها حبل الهيل، هذه القرفه والقرنفل وحبل الهيل وجوزات الطيب، هذه خلطه، هذه الاربعه كذلك مهمه جدا هذه، وممكن تناولوا هذه الخلطه، هذه الخماسيه دائما، وهذه الخلطه اللي فيها اربعه مره في اليوم، مره في اليوم. لماذا؟ لان فيها مكونات قويه، واذا تناولت منها ملعقه صغيره في اليوم جيد، ما يعني ما في مشكلة. هذه كلها مكونات، هذه لأصحاب السرطان. هناك مكونات أخرى، هذه الوصفات والخلطات اللي كما قلت البارحة للإخوة الذين لا يجدون بروبوليس، لا يجدون عكبر، وحتى اللي عندهم عكبر، المهم هذه الوصفات يستعينوا بها. هذا سرطان، سرطان استعملوا جميع الأسلحة. وهناك يعني من يسأل عن برزطم، وأنا تكلمت عن البروبوليس، انظروا، والله انظروا، انظروا الإنسان ديما ميال، لا هذا لا أدري لماذا. أنا تكلمت عن بروبوليس، الأشخاص اللي عندهم عكبر لا يحتاجون أعشاب، وإذا أرادوا أن يستعينوا بها وعندهم جيد، ولكن العكبر يبقى هو المكون للأنتي كانسر كونفيرم، هو الأنتي كانسر الوحيد في الطبيعة اللي خلق الله، عليه هو أنتي جميع الأشياء، هذا البروبوليس، حتى الدرصة. بروبوليس جميع، يعني البروبوليس ينظف الجسم من جميع الأمراض، الأمراض المناعية الذاتية، السرطانات، كل شيء الأمراض. لكن لا يعرف الناس قيمته، وبدأوا يشككون فيه، والأطباء بدأوا يمنعون الناس بروبوليس اللي عندهم سرطان، سبحان الله. تصوروا الحل الوحيد الآن في العلاجات الطبيعية، الحل الوحيد الآن اللي معروف عليه أنه يوقف السرطان والأكبر هو البروبوليس. ثم الناس هذو يحرمون، الأطباء يحرمون المصابين بالسرطان من العلاج، والله استغرب.